الجولة في برشلونة كملت ماشي لمدينة اسمها توسا دي مار، قالوا لي أجمل من برشلونة، صغيرة مش كبيرة جاية على البحر، لكن قالوا لي جميلة جدا. يلا للقطار نشوفوا توسا دي مار. برشلونة. أريكم من توسا دي مار. توسا دي مار قرية صغيرة على البحر، أول مرة نسمع بها، قالوا لي علاه في برشلونة وجايها من ديرو فا يومين إن شاء الله، ليلتين اللي هما ثلاثة أيام. هذا البوست اللي قاعد فيه. ريسبشن. هنا في صالة قاعميز. هذا مطبخ يمكن طيب. السعر 20 يورو بس. كيف جيت للهوتيل؟ سريري هنا، دار فا 4 سرة. هذا هوستل ماهوش هوتيل. ميزة الهوستل انك تتعرف على الناس وانه رخيص، هذا ب20 دولار، 20 يورو بجنب البحر. لو منبي هوتيل ولا حاجة، الهوتيل يطلع ب100 ولا، والهوتيل بتقعد في الدار براك. فالهوستل تقدر تطيب فيه مطبخ لطف. اللي ندير فيها نسكن في هوستل ونجي للسوق نشري في حاجاتنا، لان في الهوستل في مطبخ نقدر نطيب، ما ناكلش في الشارع، لان الماكلة الشارع لما نجي البلاد ناكل مرة واحدة اللي هي الوجبة متاعت البلاد، زي عندنا كسكسي ولا بزين وخلاص، الباقي كله ما ناكلش في المطاعم، نطيب بروحي وناكل بروحي. هذه الكروسة متاعت 3 أيام، نخلط في فواكه البحر بالكنوة، الكنوة زي الرز بالضبط، معها شينا حتى أي حاجة زي الرز بالضبط. الصبح نفطر في دحي الجبنة، ندير في دحي بالطماطم وناكل معها في فواكه ولا شوكولاتة. ناكل وجبتين 3 في اليوم، خضرة واحدة، ما فيش مكرونة، ما فيش خبزة. توسا دي مار قلعة صغيرة في كاتالونيا، مبنية من العصور الوسطى. جمال مدينة توسا من الأعلى. كان تشوف هنا الكنيسة في النص، هذا البني الأسباني، ديما الكنيسة في النص سنتر المدينة، بعتالي تجي المدينة حول، بعتالي كوبري تاون اللي ركبت الجبل. هذا السور القديم، أنا واقف على سور المنارة القديمة، السور شبه حطام في الجهة الأخرى. Vamos. Vamos. هذه المدينة من أعلى قمة في جنبها، هذه المدينة وهذه القلعة القديمة. أقوى قهوة نشربها في شط ماريمار، هذا كبرى الشط، زوزر شادات وشوية مية جاية بالطول، شيء غريب. Thank you.
مركز المدينة الكنيسة. تيسا ديمار، شو الفرق بين تيسا ديمار وبرشلونة؟ الزوز بحر، الزوز جميلات، هذه صغيرة تقدر تقول قرية سياحية أكثر، برشلونة كبيرة اللي ما يحبش الدوشة يجي لتيسا ديمار، شيء غريب جدا، جو جميل جميل جميل. برشلونة كبيرة فيها البحاجات غير البحر وخير الماكلة، فهمت؟ اللي يبي بحر ويبي هدوء يبي مكان جميل ورخيص حتى الرخص يجي لتيسا ديمار. ننصح باي واحد يحب يسافر للبحر. الجولة في مدينة تيسا ديمار كملت، آخر ساعة تو ماشي لمحطة القطار، إن شاء الله رحلة جديدة ماشي المطار، وإن شاء الله نابولي إيطاليا، نتلاقوا في نابولي إيطاليا. يوهو، السلام عليكم.